السلام عليكم ورحمة الله، موجز إخباري من قناة المرابطون، أهلا بكم. احتج عمال السابقون في شركة كينروست زيادة الصباح اليوم في نواكشوط، مطالبين الشركة بمراسلة إدارة الضرائب لاستعادة حقوقهم. وأوضح العمال المحتجون أنه قد تم فرض ضرائب على حقوق وتعويضات الفصل من العمل بالنسبة للمفصولين والمغادرين للشركة بشكل طوعي، رغم أن قانون الضرائب يعفي هذه الحقوق من الضريبة كما يقولون. عقد مجلس الوزراء الموريتاني اجتماعه الأسبوعي بالقصر الرئاسي في نواكشوط يوما قبل موعده المحدد، وذكرت مصادر أن السبب في تأجيل الاجتماع الأسبوعي للحكومة هو المشاركة المرتقبة للرئيس محمد عبد العزيز في قمة ينتظر أن تحتضنها العاصمة التشادية جامنة يوم غد الخميس. قال مصدر من داخل المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة إن الأخير منح لجنة الاتصال التي شكلها مؤخرا أسبوعا لمحاولة إقناع أحزاب تكتل القوى الديمقراطية والتناوب الديمقراطي إيناد وطلائع التغيير باستئناف جلسات الحوار التمهيدية مع النظام. هذا وقد عقد القطب السياسي للمنتدى عددا من الاجتماعات دون أن يتمكن من الخروج بموقف موحد من الدعوة لاستئناف الجلسات التمهيدية. خرج منتخب المرابطون الأول من تصفيات كأس العالم 2018 المقرر تنظيمها في روسيا، وذلك إثر خسارته أمام المنتخب التونسي بهدفين لواحد. وكان منتخب المرابطون قد خسر في مباراة الذهاب التي أجريت بالملعب الأولمبي في نواكشوط بهدفين مقابل هدف واحد. يمكنكم مشاهدينا الكرام متابعة هذا الموجز وغيره من مواجز ونشرات وبرامج القناة عبر صفحتنا على الفيسبوك الظاهرة على الشاشة. السادسة نشرة إخبارية بحول الله، دمتم في أمان الله. We'll be right back.